السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محاضرة جديدة من محاضرات السيستم جنريتر، اللي هو أحد الطرق أو الميثودولوجيز داخل FPGA من خلال السيميلينج. طبعا راح أخلي بالوصف بدايات السيستم جنريتر محاضرتين، محاضرات القناة أيضا تكلمت عن البدايات، أنه كيف بالبداية نقرأ إيمج من خلال هذا البلوك ونسوي عملية بري بروسيسنج، بعدين نسوي ناخذ الجيت واي اللي هي تحويل الايمج الى داخل اف في جي اي بكسل بكسل، بعدين قراءه الايمج، بعدين البوست بروسيسنج، بعدين فروم اف في جي اي. فالبري بروسيسنج قلنا عباره عن عمليتين، اللي هي الكونفرت 2 دي تو 1 دي، بعدين انبفرد. الانبفرد الايمج هي 2 دي نحولها الى 1 دي، والانبفرد يحولها الى سكيلر سامبلز، يحول الايمج الى سامبلز. والبوست بروسيسنج بعدها اللي هي اول شيء بفر، بالعكس عكس البري بروسيسنج اللي هو تحويل السكيلر الى فريمز، وبعدين نحول ال 1 دي الى 2 دي بحجم 256 اللي هو الجراي سكيل. عملية الـ image enhancement طبعا أول شيء هذا الخط أستطيع، إذا سوينا simulation هنشوف الـ image from simulink هذه، والـ image from FPGA. هذا from FPGA و from Simulink من خلال هذا البلوك وهذا البلوك اللي هو الفيديو فيور. فيديو فيور هسه بكان ما الايمج مباشرة داخل FPGA اقدر استخدم البلوكس قلنا اللي موجودة داخل Xinex بلوك سيت. اي عملية من العمليات اقدر استخدم يستخدم الايمج انهانسمنت. طبعا هناك بلوكات كثيرة، لنفرض انه انا اريد بعد ما اقرأ الايمج اجمعها مع اثنين، اجمع كل بكسل القيمة الانتنسيتي ماله مع اثنين كعملية معينة، فراح اخذ الكونستانت ناخذ ماث والكونستانت واخذ الاد اور سب و الايمج من راح تدخل الايمج، هاي الايمج راح تدخل الى الاي، والكونستات راح اسويها اثنين. طبعا راح استخدم انساين، يعني مجرد جمع ما راح استخدم سالب ابد، فانساين وصفر وخليها 16 بت ما في مشكلة، و مثل ما تعرفون هاي عملية السامبلينج من الكلوك، اني ضبطتها ضبطت عملية السامبلينج، وهسه راح ادخل الاي كل بكسل. طبعا هنا الاد او الصب اقدر اتحكم به كاد او كصب حسب العملية، لان هو يقبل الاثنين، او addition او subtraction عن طريق selector فانا راح اخلي addition و permutation راح اسوي fabric و latency صفر حتى مباشرة يقراها. لاتسي صفر، سوي ابلاي و اوكي، سوي ابلاي و اوكي، وهسه راح يطلع لي الصورة الناتجة عن عملية الجمع مع اثنين. ال
ها هاي مكان ما 16 راح اسويها 8 عفوا. من بالتات لانه يعني انا فوق عندي 8 كنترول دي. هسه انفذ حتى كلها تصير 8 انسان انتجر 8. تسعة ليش تسعة؟ فأسوي هذا عملية الاديشن أسويها 8 بتات. أجبره هنا صفر. هسه كملت. راح اسوي other displays و signal ports و port data types حتى كلها تكمل. هسه اسوي run و from simulink هاي الصورة from FPGA تكون هاي الصورة. طبعا راح اشوف رقم 2 ما هلقيت فرق، لكنه لنفرض انه انا اريد اضرب الصورة في ما اقول 2 خلينا نقول 100 او 50. from simulink from FPGA نلاحظ from simulink الصورة بها لو خفوت نسبي، خفوت نسبي هاي from simulink، وهاي 100 صار عبيها بياض اكثر صورة. فممكن اسوي image enhancement على الصورة بكل سهولة عن طريق ادخل الصورة by frames و samples واجمع او اضرب مع اي رقم. اقدر هنا اسوي اضرب البكسلات باي رقم محدد خلال image enhancement و يكون موجود. يسوي ضرب طرح براحتك لكل بكسل من الصورة عن طريق سيستم جنريتر، وهذا يمكن يسقط على الـ FPGA. وشكرا جزيلا.